حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هناك ظاهرة في القرآن ينفرد بها القرآن العظيم عن كل الكتب على وجه الأرض. لماذا كثير من الآيات نجد فيها اسم الله في آخرها تحديدا؟ مثلا والله غفور رحيم. يعني انظروا أيها الأحبة، أنا بحثت هنا على البرنامج، مثلا والله محيط بالكافرين، مثلا والله عليم بالظالمين، والله بصير بما يعملون، والله ذو الفضل العظيم، والله سريع الحساب، والله لا يحب الفساد، والله رؤوف بالعباد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم. طيب، آيات كثيرة، والله سميع عليم، مئات الآيات أيها الأحبة. لماذا؟ هذه الظاهرة الحقيقة يعني أنا تأملتها ووجدت أن هناك إعجازا عظيما ورسالة. أولا أحبتي في الله، القرآن هو الكتاب الوحيد في الكون حاليا، يعني الكتب الموجودة الآن على وجه الأرض، الكتاب الوحيد الذي يتكرر اسم مؤلفه بحيث يكون الكلمة الأكثر تكرارا هو القرآن فقط. يعني مثلا لنأتي بكتب أينشتاين، كم مرة ذكر أينشتاين مثلا اسمه في كتابه؟ ربما على الغلاف فقط. شكسبير، قصائد أبو الطيب المتنبي. خذوا أي كتاب، خذ أي كتاب تريده وانظر إلى اسم المؤلف، غالبا تجده يذكر على الغلاف. إذا نظرنا إلى جميع الكتب التي ألفها البشر، يستحيل أن نجد كتابا الكلمة الأكثر تكرارا فيه هي اسم صاحب الكتاب. طب عندما نجد القرآن ينفرد بهذه الظاهرة ماذا يعني؟ هذا يعني أنه كلام الله عز وجل، لأنه فريد من نوعه، لا يوجد كتاب في الكون مثل القرآن، وبالتالي يجب أن يكون فريدا من نوعه. فكما أن الله تعالى ليس كمثله شيء، كذلك القرآن ليس كمثله أي كلام آخر. طب هذا أولا. ثانيا، عندما تجد أن القرآن يتحدث عن أحكام، عن فقه، عن تشريعات، عن نصائح، عن عبادات، عن توجيهات إلهية، يتحدث عن، ينهانا عن الخمر، ينهانا عن الزنا، يأمرنا بالمعروف، يأمرنا بالصدقة، نجد غالبا اسم الله يحضر في أي آية أو في معظم الآيات. لماذا؟ كأن الله يريد أن يعطيك رسالة أيها الإنسان، فيقول لك دائما تذكر هذا الإله العظيم في كل لحظة. في كل لحظة عندما ترى يعني عينك تنظر إلى ما حرم الله، أو تريد أن تنظر إلى ما حرم الله، إنسان يرى امرأة جميلة فنفسه يعني تأمره أن ينظر، يتذكر هذه الآية العظيمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. انظروا أيها الأحبة كيف انتهت الآية، إن الله خبير بما يصنعون، ذكرك بالله. وأنت تنظر أو تهم بالنظر إلى ما حرم الله، ذكرك الله، انتبه، هناك إله يراك وخبير بما تصنع، فتتراجع. عندما تريد مثلا أن تنفق زكاة مالك، أو يأتيك إنسان فقير محتاج، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، ذكرك برب العالمين، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني وأنت تنفق تتذكر أن الأجر من الله، فإذا أساء لك هذا الشخص لا تبالي. أحدنا عندما يعطي صدقة لإنسان ينتظر منه كلمة طيبة، أحيانا هذا الإنسان الفقير قد يعطيك كلمة سيئة، قد يتكلم عليك بسوء فتغضب وتقول أنا لن أعطيه مرة أخرى. القرآن لا يريد منك ذلك، الله عز وجل يريدك أن تتذكره وأنت تعطي هذا الإنسان المحتاج. فمهما حدث لك من إساءة، مهما حدث من مشاكل بعد ذلك، ستكون سعيدا لأنك أنت تعمل ابتغاء وجه الله وليس أن تطلب الأجر من فلان أو فلان، لهم أجرهم عند ربهم. مثال ثاني أيها الأحبة، كثر اليوم اللغو، يعني أحيانا الواحد يكذب في النهار 100 كذبة ولا ينتبه أنه يكذب، يعني أصبح الكذب عادة يومية. هنا الله عز وجل غفور رحيم، علمنا كيف نحفظ هذه الأيمان ولا نلغو كثيرا. الله يقول لا يؤاخذكم الله في اللغو باللغو في أيمانكم، إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعني أنت أخطأت بعبارة خانك التعبير فقلت لشخص والله مثلا لا أستطيع، وأنت تستطيع وأنت غير منتبه طبعا لما تقول، طلب منك خدمة وقلت له والله مش لست يعني الآن ليس لدي وقت مثلا. ربما يكون لديك وقت وأنت هذه العبارة تجري على لسانك كل يوم، هذا اللغو مدام قلبك مطمئن بالإيمان وقلبك لا يريد أن يحلف يمينا كاذبا وقلبك لا يريد أن يخدع الناس، إذن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طيب كيف ختمت هذه الآية أيها الأحبة؟ ذكرك الله أنه غفور وأنه حليم، حليم، والحلم نحن نعلم من الصفات العالية جدا. الإنسان الحليم، نقول إنسان حليم عندما يضع أو عندما يقوم بالعمل الصحيح في المكان الصحيح في الوقت الصحيح، يعني عندما يكون لدينا إنسان باله طويل جدا وهادئ وعالم بالأمور وحكيم ولديه صفات كثيرة من الصبر ومن الحكمة في معالجة الأمور ومن يعني الهدوء ومن يعني الصبر على الناس، هذا نقول عنه إنسان حليم. فالله عز وجل لماذا هو حليم؟ لأنه لو آخذنا بأخطائنا كارثة، لو أن الله يؤاخذنا بكل كلمة نقولها ما ترك على ظهرها من دابة. لذلك ذكرك أنه غفور حليم، ولكن هذا الحلم أو هذا الحلم يعني له مدى محدد، بعد ذلك إن الله شديد العقاب انتبه. يعني عندما تخطئ مدام قلبك مطمئن بالإيمان لا مشكلة، النية إنما الأعمال بالنيات. آية ثالثة أيها الأحبة، مثلا والله بما تعملون خبير، هذه الآية في سورة البقرة 234 تتحدث عن عدة المرأة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ماذا تفعل هذه الزوجة؟ يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هنا أيها الأحبة أراد الله أن يختم هذه الآية برسالة، يذكرك أيتها المرأة التي مات زوجك أن الله خبير، التزمي في بيتك، لا تتحدثي مع أحد يعني في أمور الزواج وغير ذلك، لا تختلطي إلا للضرورة، لا تخرجي إلا لضرورة يعني قصوى. ويعني هذا الأمر أبلغك الله أنه خبير
بأي عمل تقومين به. قال تعالى: والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. إذن الله عز وجل خبير بهذا العمل فألتزم. رأيتم أيها الأحبة، يعني هي رسالات من الله عز وجل لتربط سلوكنا بالله. فعندما يرتبط سلوك المؤمن برب العالمين يستقيم، يسير على الصراط المستقيم. إذا أردت أن تخطئ تتذكر أن الله يراك فتمتنع. أردت أن تأكل الربا تتذكر أن هناك إلها كريما رحيما هو الرزاق ذو القوة المتين، فتقول أصبر وأنتظر رزقي من الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعق أباك وأمك تتذكر أن الله أمرك ببر الوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وهكذا أيها الأحبة، تذكرك لله في كل لحظة هو أقوى وسيلة لتقويم سلوكك في هذه الحياة. يعني إنسان يجلس منفردا لا يراه أحد، لا يعلم عنه أحد شيئا من البشر، ولكن الله يراه طبعا، وأمامه جهاز كمبيوتر أو موبايل، وبإمكانه أن يفتح موقع مثلا فيه شيء يعني يبغضه الله. ما الذي يمنعه من ذلك؟ مطمئن. لا يمكن أو لا يمنعه أحد إلا إذا تذكر أن الله يرى، إلا إذا تذكر عقوبة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تذكر أن هذا العمل لا يحبه الله، إلا إذا تذكر أن هذا العمل يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأنا كمؤمن أنا حريص على محبة الله لي، حريص أن أرضي الله سبحانه وتعالى. الصحابة الكرام أحبتي في الله كانوا يتسابقون لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله. عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ الجهاد في سبيل الله. كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم. أنا كمؤمن أنا أحب أن أعلم، يعني هذا الإله العظيم إله الكون ماذا يحب هذا الإله؟ أنا يجب أن أعمله لكي أحظى بمحبة الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أحبتي في الله، والله آيات كثيرة كثيرة جدا جدا لا نستطيع أن نحصيها، ولكن أحببت أن أبث إليكم هذه الومضة القرآنية الجميلة والرائعة، والتي تثبت أيضا أن القرآن كلام الله، وتثبت أن هذا القرآن ينفرد بهذه الميزة. على فكرة اسم الله ورد في القرآن فقط، اسم الله من دون اللهم، من دون الرحيم الرحمن، من دون رب أو ربكم أو هو أو كذا، فقط اسم الله، يعني الله لله فالله. والله هذه الصيغ هي سبعة صيغ لاسم الله في القرآن، تكررت 2699 مرة. 2699 مرة، يعني إذا قسمت هذا العدد على 600 صفحة، عدد صفحات القرآن، لا تكاد تخلو صفحة من ذكر اسم الله عدة مرات. لا تخلو صفحة على فكرة من ذكر اسم الله عدة مرات. أحيانا قد تجد في نفس الصفحة أكثر من 10 مرات يذكر اسم الله. أحيانا تجد في آية واحدة يذكر فيها اسم الله 7 مرات، وهي آخر آية في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، والله يقدر الليل والنهار. يعني هذه الآية فيها اسم الله 7 مرات في آية واحدة، تصوروا كل هذا التكرار لاسم الله ولا نشعر بأي نشاز عندما نقرأه. تصوروا مثلا يعني لو أن شاعر من الشعراء مثلا أراد أن يؤلف كتابا، وفي كل صفحة يضع اسمه مرتين، 3، 4، 10
سيصبح أضحوكة، لن يقرأ أحد هذا الكتاب. أصلا الكتاب الوحيد الذي يتكرر فيه اسم محدد بكل هذا العدد ولا نشعر بأي شذوذ أو أي خلل لغوي أو أي خلل سمعي عندما نستمع هو القرآن. لا يوجد أي كتاب آخر، وجربوا يعني الإنترنت موجود، واقرأوا الكتب الموجودة وانظروا إذا تكرر الاسم يعني في الصفحة أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث مرات، في الصفحة الثانية يمكن القارئ يتحمل صفحتين ثلاثة أربعة عشرة، أما أن تجد كتابا مثل القرآن 600 صفحة وتجد معظم صفحات هذا الكتاب فيها اسم الله ويتكرر بشكل غزير جدا، وتقرأ القرآن وتجد أنه كلام متناسق بليغ مريح للنفس، فهذا يشهد على أنه كلام الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.